احنا النهارده حتى لما نيجي نتكلم في ذكرى ميلاد حسين حجازي زي ما حضرتك ذكرت اللي هي تبقى بعد 6 ايام تقريبا يوم 14. حسين حجازي هو كان احد الاسماء اللي اسست اول فريق كره قدم داخل النادي الاهلي، يعني هو كان بيلعب في النادي الاهلي سنه 11 وقت تاسيس اول فريق كوره للنادي الاهلي. قدريا نوع من انواع اللي هي القدر لما يبقى واقف في صفك، لانك انت قدرك انك تبقى اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط يطلع من عندك اول تجربه احتراف اوروبي في التاريخ بالنسبه لمصر والمنطقه العربيه. يمكن ده مش شيء مترتب، ما كانش فيه احتراف بالمعنى بتاع النهارده وانه فيه مفاوضات او كده، لا هو كان حسين حجازي. حصلت ازاي؟ ما هو برضه انت بتتكلم احتراف، وبعدين ده راح البريمير ليج الدوري الانجليزي، لعب في فولهام، فكل ديت علامات استفهام. الموضوع حصل ازاي؟ انت بتتكلم اكتر من 100 سنه من النهارده، يعني تقريبا 109 سنه. احنا هي القصه بدات ازاي يا كابتن هاني؟ حسين حجازي كان في الوقت ده اشهر لعيب كوره في مصر فعليا، كان حتى وهو بيلعب في الشارع كان بيوصل انه يلعب ضد العساكر الانجليز اللي هم اخترعوا كره القدم، مش الشعب اللي اخترع كره القدم، كان بيتفوق عليهم. ولما بدا مع النادي الاهلي كان موجود ضمن اول فريق كره قدم في تاريخ النادي الاهلي سنه 11، ثم جات له فرصه انه يدرس في انجلترا، يسافر يدرس هندسه في انجلترا، وفعلا سافر سنه 11، استقر في لندن. هو بيحب الكوره، دور على اقرب نادي للمكان اللي هو ساكن فيه فين، فكان نادي اسمه دولتش هاملت، وده كان في وقتها نادي من انديه درجه الهواه، مش درجه الاحترافيه زي ما بنسميها النهارده. لعب معاهم، ابتدى انه يبقى رقم واحد في وسط الانجليز في الوقت ده. مدرب فولهام وفي الوقت ده سنه 11 شافه، عرض عليه قال له تيجي تلعب معانا في الدوري الدرجه الاولى، قال له العب، فراح لعب. وهنا بقى القصه اللي هي نقدر نقول عليها القدر اللي دخل حسين حجازي التاريخ ودخل الكره المصريه التاريخ فعليا.